اللي ما كيعرفش الكوبي تريدين، كوبي تريدين طبيعة الحال هو تقريبا يعني انت كتولي كتابع واحد الشخص معين. مثلا هنا كاين توب ماستر تريدر، يعني توب ماستر تريدر هنا اذا هما دوك الناس اللي كيدخلوا بزاف ديال الارباح من التريدين ديالهم، يعني كيشريو وكيبيعوا في العملات، كيديروا واحد الصفقات ديالهم، كتبان شي عمله جديده كيشريوها، كتباع كيوصل الوقت كيبيعوها وكيحققوا واحد الارباح اللي هي تقريبا كيف ما كيبان لكم هنا عندهم ارباح زائد 32% زائد 15% زائد كل تريدر طبيعة الحال والأرباح اللي كيحققها مثلا، يعني كل واحد وكيفاش كيحقق. مثلا بحال هذا عنده تقريبا في هذا الشهر هذا عنده 32% ديال الأرباح وخاسر فقط يعني ناقص 1.09 دولار اللي خاسر، يعني الصفقات اللي دارها تقريبا دار 24 صفقة و11 وين طبيعة الحال، دوك لي وين طبيعة الحال تيكونوا فيهم الأرباح اللي هي كثيرة مقارنة مع دوك 13 لوز، تيكون تقريبا واحد معدل اللي هو قليل ديال الخسارة اللي هو ناقص دولار واحد، يعني شي حاجة اللي هي قليلة في الخسارة ديالو. طبيعة الحال هذا المجال هذا ماشي هو مجال تقريبا يعني تقدر تعول عليه 100%، ولكن ممكن انت الا ما كنتيش عارف طبيعة الحال في التداول، ما كنتيش عارف كيفاش تشري وتبيع في العملات ديالك، يعني طبيعة الحال انت غادي تحاول تتبع واحد الشخص يعني بحال هادو. عندنا بزاف ديال الناس هنايا داخل منصة ديال بيتمار، طبيعة الحال داخل المنصة غتلقى بزاف ديال الناس تقدر تكوبي التداولات اللي كيديروا، يعني هو غادي يبدا يشري عملات يبدا يبيع فيها في واحد الوقت اللي هو معين، وانت طبيعه الحال غادي تولي تدخل في الفريق ديالو. بحال هذا الشخص هذا الا جينا نشوفوا يعني الا جينا نشوفوا الاسهم او لا الارباح اللي حققها كيف ما كيبان لكم، يعني عنده 556 دولار ديال الارباح وعنده 13.79 في 0.29 ديال الارباح في اليوم الفارض. وهنا اللي جيتو تشوفوا التوتال اسيت تقريبا عنده واحد راس المال اللي هو قليل وعنده غير 8 ديال لي فولور، يعني هاد لي فولور طبيعه الحال ممكن يوصلوا لواحد الحد معين اللي هو 100، يعني الا كانوا فاتوا 100 ما غاديش يقدر ليك انت مثلا تكوبي التريدين ديالو. طبيعه الحال كيبان لكم هنا حتى الارباح اللي كيحققها، ف يعني هنا توتال تريدز اللي دار هما 77، عنده تقريبا 50 وين تريد وعنده 28 ديال الخساره. طبيعه الحال ديك الخساره اللي كتكون اللي هي قليله، انت كتحاول تختار تريدر اللي عنده واحد الخبره. طبيعه الحال انت كتشوف يعني الهيستوري ديالو شنو دار في واحد الفتره ديال السبعه ديال الايام او لا في الاسبوع او لا التريد اللي دار. طبيعه الحال كيف ما كتشوف هنا استثمر في عمله اللي هي سميتها الاف ال ام، هذه العمله هذه طبيعه الحال في واحد الوقت اللي كانت اللي هي ناقصه في الثمن عاوتاني طلعات وهو باع، يعني هنا حاول استثمر في عمله معينه كيف ما كتشوفوا هو تقريبا مستثمر فقط في هذه العمله ديال الاف ال ام. هنا تقدر تشوف مثلا في الاسبوع الماضي اش من عمله استثمر فيها، يعني بزاف ديال العملات كيحاول يختارهم كيحاول يشريهم طبيعه الحال كيف ما كيبان لكم هنا، كيشري عملات وكيعاود يبيعها في لي تريد اللي كيدير. انت مطلوب منك شنو هو دير فقط انك تشوف كتاكد من هذاك الشخص اللي هو تريدر او لا ماستر تريدر الا بغيتي اللي بغيتي تشوف، كتجي فقط كدير كتكليكي على كوبي تريد بهذا الشكل هذا ومباشره كيديك لهذه الواجهه هذه. يعني هنا كتحاول تختار يعني شحال بغيتي مثلا باش تريدي مع هذا الشخص هذا. تقريبا الناس تقريبا الناس كيختاروا 100 دولار بهذا الشكل هذا، يعني الا كانت مثلا الخساره ما غاديش تكون خساره اللي هي كبيره فقط 100 دولار. هنا كتحاول دير فولو تريدر سيتينغ، يعني كاع هذوك السيتينغ اللي دير هذا التريدر هذا او التداولات اللي كيدير هذا السيد هذا انت كتحاول تختار دير بحالهم. طبيعه الحال هنا عندك تختار الفيكسد لافيراج، يعني هنا تقدر تبدلها او لا دير فولو تريدر سيتينغ. طبيعه الحال الا كان الشخص اللي كتفولويه انت عنده واحد الهيستوري اللي هو زوين بحال مثلا هذا الشخص هذا تقدر دير فولو تريدر سيتينغ. الا حاولتي تغير مثلا شي سيتينغ من هذوك اللي دار هو تقدر مثلا تكون عندك انت خساره وهو تكون عنده واحد الارباح. طبيعه الحال انت الا فولويتي يعني نفس النتائج اللي كيحصلها هو غادي تحصلها حتى انت، يعني شي حاجه اللي هي بحال بحال. هنا عندك الكوبي فيوتشر بير، هنا طبيعه الحال الا درتي فليكسيبل رانج اوبشن، يعني مثلا الا كان عندك واحد يعني تقدر تحبس مثلا الخساره الا كانت خاسرك غادي تخسر شي حاجه تقدر تحبس الخساره. وطبيعه الحال الا كنتي مثلا كتيق في التريدر هذا او لا فيت خدمتي معاه غادي تجربو انت مثلا الاسبوع الاول، الا فيت خدمتي معاه طبيعه الحال غادي تخلي هادشي كامل كما هو فولو تريدر سيتينغ، طبيعه الحال كتخليهم كما هما. هنا كتحاول تختار
يعني شحال بغيتي انت باش تريدي؟ هنا بغيتي بغيتي دير فيكسد ملتيبل، يعني الا بغيتي تبدل او لا، تشوف انت شحال بغيتي باش تريدي. يعني واحد لا صوم كتاخذها من الواليت ديالك. هنا غنشوفوا مثلا ماكسيموم فولو اماونت، يعني شنو هما المبلغ الكبير اللي بغيتي هاد التريدر هذا يتداول لك بيه. طبيعه الحال هو يقدر يتداول ب 1000 دولار 2000 دولار 3000 دولار، يقدر يستثمر في عمله اللي هي فيها الرباح، يقدر يستثمر فيها حتى ل 5000 دولار. انت غادي تحاول الماكسيموم ديالك اللي غياخذوا لك من الواليت ديالك، تقدر تختاره هو 100 دولار بهذا الشكل هذا. وهنا الا كانت الخساره كدير اوتوماتيكلي انفولو، بطبيعه الحال الخانه دي ما ديروهاش، وحاول دير يعني كونفيرم تو كوبي هذا الشكل هذا. يعني هنا غادي تقدر تبدا دير التريدين الخاص بك مع هذا الشخص هذا. بطبيعه الحال ممكن تختار انت الشخص اللي يناسبك والشخص اللي ارتاح ليه الخاطر ديالك كيف ما كنقولوا. يعني ممكن انت تشوف تروب تريدر ماستر، يعني هما هذو اللي طالعين هنا حاليا، يعني تشوفهم كاملين هنا. التوب تريدر ماستر كيف ما كيبان لكم هذا عنده 32% ديال الارباح، هنا 15، هنا 13، هنا 11. هنا كاين الناس اللي كتحقق ارباح اللي هي كبيره، بحال هذا الشخص هذا حتى هو حقق تقريبا ما يعادل واحد 1632 دولار، عنده دار تقريبا يعني 89 ديال لي تريد، عنده الوين تريد اللي هما 85 واللوز تريد طبيعه الحال 4. طبيعه الحال هذا الشخص هذا باين بالله راه انه شخص كفء، وعنده تقريبا 9 ديال الفولور. يعني ممكن الناس اللي غيتفرجوا في الفيديو ممكن حتى هما يتفرجوا فيه، او لا ممكن حتى هما يتبعوه كيف ما كيبان لكم. يعني عنده 11.5، عنده ارباح اللي هي مزيانه، عنده لوز تريد فقط 4. يعني ممكن تربح معاه تقريبا يعني الا جينا نشوفوا راه تربح معاه 1000 دولارات الا فقط تبعتي استراتيجيات ديالو. يعني هنا في هذا الوقت دار استثمر، هنا عاود دخل الارباح ديالو، هنا عاود دخلوا ارباح اخرى جديده. وكيف ما كتشوفوا يعني ما عندوش الخساره نهائيا، عنده تقريبا فقط 4 ديال لي لوز من 89 تريد. وهذا الشخص هذا بالضبط ممكن دير ليه الكوبي تريدين ديالو، وممكن تربح معاه حتى هو من الصفقات اللي كيدير، يعني في شراء العملات، يعني شرى شي عمله باع شي عمله، ممكن تتبعه 100% وعينك مغمضين. لانه هذا الشخص هذا كيف ما كيبان لكم يعني غير من خلال لي تريد اللي دار، تقريبا دار هو 89 تريد، كاع دوك لي تريد اللي دار كون لهم طبيعه الحال تقريبا واحد النسبه ديال 95% من هذوك لي تريد، او لا حتى 97% من دوك لي تريد اللي دار كيف ما كيبان لكم. ها هي هنا بالضبط 95% ما دوك لي تريد اللي دار خلال 14 داي الماضيه راه هما كاملين وين. طبيعه الحال ممكن تعول على هذا الشخص هذا، كما هناك ناس اخرين ديال لي ماستر تريدر كاينين داخل المنصه. يعني المنصه فقط منصه بيت مارش كتقدم لنا هاد الناس هذو. الناس اللي بغاو يتقدموا للكوبي تريدين هو مجال مخصص للناس اللي ما عندهمش معرفه كبيره في التريدين، يعني ما عندكش معرفه في العملات، ما عندكش معرفه تقريبا في العملات، ما عندكش معرفه في الناس اللي كيديروا تداولات، يعني ما عندكش معرفة نهائيا بالعملات الإلكترونية وبغيتي تدخل هذا المجال ديال شراء وبيع العملات الإلكترونية. هذا المجال هذا هو اللي غادي يناسبك، وهو اللي غادي يقدر يزيد بك القدام في الأرباح ديالك. يعني في استثمار بسيط ديال 100 دولار مثلا، انت غادي تستثمر 100 دولار ما غاديش تعرف فين غادي تمشي تستثمرها، ممكن دير بها الكوبي تريدين مع شخص مناسب بحال هاد لي ماستر تريدر اللي كاينين تقريبا، يعني افضل لي ماستر تريدر هما اللي كاينين هنا في منصة بيت مارش. ممكن طبيعة الحال تخدم معاهم. كاين هذا الشخص هذا تقريبا عنده غير 9 ديال لي فولور، يعني الا مشى توصل 100 فولور راه ما يمكنش ليك انت تعاود دير معاه الكوبي تريدين ديالو. يعني الحد الاقصى اللي هو 100 فولورز اللي ممكن يديروا معاه الكوبي تريدين. هنا هذا الشخص هذا حتى هو عنده ارباح اللي هي زوينه كيف ما كتشوفوا، يعني 1663 دولار. وهذا الشيء الخوت راه كيتغير يوم ورا يوم، احنا فقط الخوت كنشوفوا ذاك الشخص اللي عنده ارباح اللي هي زوينه وعنده واحد المعدل ديال الارباح اللي هي مزيانه. بحال الشخص هذا عنده 54 داير 226 تريد، رابح 123 خاسر 99 تقريبا. هذا الشخص هذا ما عندوش ارباح اللي هي كبيره، ولكن كيحاول يدير بزاف ديال الصفقات حتى الى ما شداتش ليه وحده تشد ليه وحده اخرى. وهادشي اللي كاين، يعني بزاف ديال العملات كيحاول يشريهم وكيبيعهم. كيف ما كتشوفوا التوتال اسيت طبيعه الحال عنده تقريبا واحد 6784 دولار في الاسيت ديالو، يعني في الواليت ديالو. ممكن حتى هو دير كوبي تريدين دوك التريد اللي كيدير. طبيعه الحال كوبي تريدين يعني اذا ما كنتيش انت مثلا غادي تقدر تواكب الوقت اللي كيدير فيه هذا الشخص هذا الكوبي تريدين، ممكن تتبعوا جميع الخطوات. يعني مثلا الا اختارينا حنا هذا الشخص هذا
كيف ما قلت لكم في الاول، اذا اختارينا هذا الشخص نحاولوا نديروا جميع الخيارات بحال هذا، يعني نديروا فولو تريدر سيتينغ في كل شيء الخوت، باش انت ما تحاولش مثلا تقدر مثلا هو يشري الوقت اللي غيشري فيه العمله اللي هو يكون واحد الوقت مضبوط، يعني العمله فيها تتساوي تقريبا نقولوا احنا مثال العمله كتساوي 0.00035، الا ولات الخوت 0.000 عاوتاني وتزادت عاوتاني واخا غير اربعه الارقام ولا ثلاثه الارقام من وراء هذيك 35 ولات مثلا 39، راه انت ما غاديش يولي عندك واحد الارباح بحاله، يعني غادي يقلوا عندك الارباح ماشي بحاله الخوت، او لا يوصل واحد الوقت ديال البيع وانت ما تبيعش في ذاك الوقت وتعطل عليه ولو من 5 دقائق ولا 10 دقائق الخوت، راه غادي يولي عندك واحد الارباح اللي هي قليله، او لا غادي تقدر تخسر واحد الخساره اللي هي قليله مقارنه مع الماستر تريدر اللي كتابع انت. هذا الشخص هذا اللي سميته هو ليون طبيعه حاره، واحد الماستر تريدين اللي شفتوه واللي وريناك الاحصائيات ديالو، ممكن حتى نتوما تتابعوه وممكن حتى نتوما تستافدوا من عنده، راه عنده تقريبا ارباح اللي هي واعره وعنده ارباح اللي هي زوينه، 95% ديال الوين ريت كيف ما كتشوفوا هنا عندنا. حتى الناس اللي بغات فولو تريدر اخر يعني عنده هنا تقريبا 63%، ولكن حنا كنصحوكم طبيعة الحال تشوفوا التريدر اللي عنده نسبة اعلى ديال الارباح كيف ما كتشوفوا، هذا يعني عنده 92 هنا عنده 44، انت حاول تشوف طبيعة الحال اعلى واحد عنده ارباح وحاول تفولويه في السيتينغ ديالو كاملين، وطبيعة الحال كنصحكم تحاولوا ديروا تفولويهم كاملين، يعني من ناحية ديال السيتينغ اللي كيدير هو ومن الوقت ديال البيع والشراء حاول تفولويه في كل شيء، باش انت الا كانت الاستفاده تستافد من عنده، ما كانش الاستفاده الا كان حتى هو ربح راه غتربح انت، كان هو خسر راه غتخسر انت، هادشي اللي كاين هو راه عارف اش كيدير، طبيعه الحال نتوما غادي تحاولوا تفولويه، وهادشي اللي كاين الخوت طبيعه الحال هادشي كامل كاين